بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. طيب إحنا النهاردة إن شاء الله هنبتدي أول محاضرات الـ MFDS. المحاضرات هتبقى كويسة إن شاء الله وسهلة. المطلوب من حضراتكم ان انتوا بس تتابعوا معانا والمذاكره تبقى باستمرار. كل اللي هنحتاج نذاكره الكتب بتاعتنا اللي هنبقى اللي لينا مراجع يعني نبتدي منها او نذاكر منها هيبقى ماستر دنتستري واوكسفورد. دول الاساسيين، ماستر دنتستري بارت 1 وبارت 2 واوكسفورد. ممكن ابقى انزلهم لكم على جروب الواتساب، ابعتهم لكم ان شاء الله. وفي اي حاجه طبعا انا مرحب باي اسئله في اي وقت، ما تقلقوش انا معاكم طالما على الواتساب، لان انا معظم الوقت مش بعرف ارد على التليفون. طيب احنا ليه بدانا بالاورال ميديسين؟ الاورال ميديسين هو يعتبر الاساس بتاعنا عشان نعرف نعمل دايجنوزز، لان الدايجنوزز بتاعنا لو عرفت تعمل دايجنوزز هتعرف تشتغل بقيه الحاجات كلها في طب الاسنان بصفه عامه. فاحنا اذا عملنا دايجنوزز صح هنعرف نشتغل صح، وبالتالي هنعرف يعني مستوانا في الشغل هيبقى احسن بكتير ان شاء الله. طيب المذاكره بتاعتنا بتبقى عباره عن ان احنا نبقى فاهمين، مش شرط نحفظ الكلام، لان الحفظ مش بيؤدي لنتيجه. انك تبقى حافظ حاجه بس ما تعرفش تطبقها دي ملهاش لازمه. المهم بالنسبه لنا ان احنا نبقى فاهمين كل حاجه. لذلك انا عملنا سكين كده في الاول ان احنا ازاي نتعامل مع اي ليجن بتجيلنا في الاورال كافيتي. تمام، الاورال ميديسين زي ما اتفقنا بتبقى اورال ليجنز وتريتمنت ومانجمنت، ده التلات حاجات الاساسيه بتاعتنا. طيب احنا بنبتدي بايه؟ اول حاجه الاوريجن، لازم نبقى عارفين سبب المشكله اللي حصلت. الاوريجن بتاعنا يا اما انفكشن يا تروما يا تيومر يا اوتو اميون او اميون ميديتد. كل الحاجات دي ايه الموجوده عندنا. طب لو انفكشن يا اما بكتيريال انفكشن يا اما فيرال انفكشن يا اما فانجل انفكشن. التروما يا اما كيميكال تروما يا اما ثيرمال تروما يا اما ميكانيكال تروما، يعني كلها حاجات بديهيات بمعنى اصح. تمام، طيب هنفرق ازاي في الانفكشن؟ هنبتدي اول حاجه بالانفكشن بتاعنا. هنفرق ازاي في الانفكشن؟ يعني اي انفكشن هيجي لنا هقول ده بكتيريال انفكشن ولا فيرال انفكشن ولا فانجل انفكشن ازاي؟ طيب عندنا كام سيمتوم كده هم دول الاساسيين في اي فيرال انفكشن. اول حاجه بتاعتنا فيفر، البيشنت بيجي يشتكي يقول ان في سخونيه، انا سخن، درجه حرارته مرتفعه، ماليز، ماليز يعني جسمه مهمد بمعنى اصح. وطبعا نظرا ان احنا في الكورونا الفتره اللي فاتت دي فاكيد ناس كتيره قوي حواليكم جالها فيفر وماليز وسور ثروت والسرز، سور ثروت الالم في التهاب في اللوز، والسرز القرح اللي بتبقى موجوده، وهي دي اللي البيشنت بيجي يشتكي منها عندنا. تمام، طيب يبقى زي ما قلنا فيفر وماليز وسور ثروت والسرز وماوث السرز. تمام، دي الحاجات الاساسيه. طب احنا هنعمل مانجمنت ازاي؟ يعني احنا اي فيرال انفكشن هيجي لنا هنعمل له مانجمنت ازاي؟ او بمعنى اصح ايه اللي احنا هنديه له؟ هندي له حاجه اسمها اسايكلوفير اللي هو الانتي فاير. تمام، اسايكلوفير، وبندي معاه بدريست، البيشنت لازم يستريح، وبندي معاه فلويد انتيك عشان خاطر المناعه بتاعته تبتدي تزيد معانا، وبندي معانا بالانس دايت. يبقى كل الحاجات دي الاساس بتاع المانجمنت بتاع اي فيرال انفكشن مهما كان الفيرال انفكشن، سواء هيربس سواء حتى الكورونا اللي موجوده اليومين دول. يبقى انتي فيرال، اسايكلوفير، بدريست، فلويد انتيك، وبالانس الدايت. وطبعا اهم حاجه، اهم حاجه اللي هو اللي احنا بنقول برضو اليومين دول ايه؟ نعزله، افويد كونتاكت. هم الحاجات دي الاساسيه بتاعت الفيرال انفكشن. الفيرال انفكشن بيبقى كوميونبل، ممكن يعدي بسهوله، فهي دي المشكله بتاعتنا بتاعت الفيرال انفكشن. طيب هنخش على اللي بعده. طب لو بكتيريال انفكشن هنعمل فيها ايه؟ او بمعنى اصح هنعرفها ازاي وهنفرقها ازاي ما بينها وما بين الفيرال انفكشن؟ طيب يبقى عندنا الاساسيات بتاعتنا بتاعت البكتيريال انفكشن هيكون في بص، البيشنت جاي يشتكي من بص صديد،
وباد سميل ريحه وحشه، وإريثيمتس المكان محمر زياده عن اللزوم، وبينفول اريا مؤلمه جدا. وهي دي المشكله برضو، البيشنت بيكون جاي لنا بيشتكي من وجع. اي واحد عنده خراج او اي واحد عنده مشكله بكتيريال لازم بيبقى فيها الحاجات دي. يعني لو ما فيش بص يبقى ما فيش بكتيريا، لو ما فيش باد سميل وما فيش إريثيمتس وما فيش وجع مش شرط. لكن الاساس بتاعنا البص، طول ما فيش صديد يبقى ما فيش بكتيريال انفكشن. طب هنعمل المانجمنت بتاعنا ازاي؟ هندي الانتي بايوتكس سيستميك اور توبيكال. لذلك احنا ما ينفعش البيشنت يكون جاي لنا عنده فايرال انفكشن ونديله انتي بايوتك. الانتي بايوتك ملوش اي لازمه، بالعكس احنا كده هنضره مش هننفعه. تمام، دي تاني حاجه. طيب لو احنا بقى عندنا فانجل انفكشن، الفانجل انفكشن بيتميز بايه؟ هي وايت باتشز، وقع بيضه لما نعمل لها رابنج بتسيب بليدنج جرو اريا. تمام، لما نعمل لها رابنج بتسيب بليدنج جرو اريا، يعني وخصوصا احنا في الاورال كافيتي اللي عندنا بيجي لنا الكانديدا انفكشن. الكانديدا انفكشن البيشنت بيبقى جاي عنده بقع على لسانه او بقع في خده من جوه او في الميوكوزا بتاعت التشيكس او في اي مكان في الاورال كافيتي. لو عملنا لها رابنج بقطنه كده هنلاقي بليدنج جرو اريا، يعني منطقه محمره، بليدنج جرو اريا منطقه محمره ومنقطه كده. تمام، طيب التريتمنت بتاعها الانتي فانجل. تمام، ده بس كل ده احنا هناخد الحاجات دي بالتفصيل كمان شويه، ولكن احنا بس بنعرفكم هنبقى ماشيين ازاي. احنا زي ما قلنا لو عرفنا نعمل دايجنوزز يبقى احنا هنعرف ندي تريتمنت، يبقى احنا هنعرف نعالج البيشنت. يبقى احنا اتكلمنا على ثلاث حاجات في الاول اللي هم ايه؟ الاوريجن بتاع، لو الاوريجن بتاعنا انفكشن، لو انفكشن يا بكتيريا يا فيرال يا فانجل، عرفنا نفرق ما بين الفيرال انفكشن ازاي والفانجل انفكشن ازاي والبكتيريال انفكشن ازاي، وكل واحد ليه التريتمنت بتاعه. يعني ما ينفعش مثلا بيشنت يكون جاي لي بفانجل انفكشن اروح انا اعطي له اسايكلوفير واقول له بيد ريست، ملوش اي لازمه مش هيعمل معاه نتيجه، والبيشنت هيجي يقول عليك دكتور خاين. يبقى الكلام ده احنا ما ينفعش، فاحنا لازم نعرف نتعامل ازاي مع المريض ولازم نعرف نشخصه من الاول. طب احنا لو بيشنت جاي بيشتكي من حاجه وما لقيناش فيها اي عرض من الاعراض دي، يعني احنا ما لقيناش فيها بكتيريال انفكشن ولا لقينا فيرال انفكشن ولا لقينا فانجل انفكشن، يبقى ايه؟ يبقى نشوف الاوريجين بتاعنا حاجه تانية، نشوفه هيطلع ايه. يبقى ممكن يكون تروما البيشنت، زي ما قلنا تروما هتبقى عندنا كذا نوع تايبس اوف تروما، يا اما كيميكال زي اسبرين بيرن. في بعض البيشنت تلاقيه جاي لك يقول لك اصل الضرس كان واجعني وحطيت عليه اسبرينه، الاسبرينه دي مش بتقعد جوه الضرس، كده كده بيحطها بتيجي جنب الضرس اللي فيه وجع، فبالتالي بتعمل اسبرين بيرن او بتعمل حرق في الميوكوزا بتاعه الجنجفا جنب الضرس اللي بيوجعه. تمام، الحاجه الثانيه لو ثيرمال بيتزا بيرن، اي بيشنت بيشرب حاجه سخنه او بياكل حاجه سخنه ولا اي حاجه بتلاقيه عنده وجع والحته دي وجعاه، ومعظم الاماكن يا اما بتيجي على التانج يا اما بتيجي في البلد، الاثنين دول هم اكتر الاماكن اللي بيجي فيها بيتزا بيرن، لكن ممكن يجي في التشيك، ممكن يجي في اي مكان تاني. تمام، او الحاجه الثالثه بتاعتنا لو ميكانيكال، لو ميكانيكال تروما. الميكانيكال تروما زي ايه؟ زي شارب ايدج، زي شارب بيشنت عنده سنه مكسوره وبتعوره، شارب دينشر الطقم بتاعه مكسور، شارب بروثيسيز، ايا كانت المشكله، يعني بمعنى اصح البيشنت بيتعور. طب ساعتها احنا هنعالج الحاجات دي ازاي؟ هنعالج الميكانيكال تروما ازاي؟ اول حاجه لازم نعالج السبب. يعني لو بيشنت جاي بيقول لك انا كان عندي وجع ولقينا الدنيا فيها مشكله ولقيت عندي مشكله كبيره، يبقى انا كده لازم اعالج السبب الاول. يعني البيشنت بيشتكي من كيميكال بيرن من الاسبرين، يبقى انا هعالج له السنه اللي هي وجعاه، هو استخدم الاسبرين ليه؟ عشان خاطر ده هو عنده الضرس ده بيوجعه، يبقى انا هعالج له الضرس ده. لو البيشنت عنده بيتزا بيرن هياخد وقتها وهتخف لوحدها، احنا مالناش دعوه بيه. طب لو ميكانيكال، ميكانيكال لازم نعالج الحته الشارب اللي موجوده قدامنا. يعني ايه نعالج الحته الشارب؟ يعني لو المشكله الاساسيه عندنا في توث فراكشر، يبقى احنا هنعمل راونديشن للتوث فراكشر او للكاسب اللي عامل تروماتيك بايت او ايا كانت المشكله اللي عامله دي، وهنبتدي نعالجها.
لو السنه محتاجه كراون كراون نعمل لها كراون، لو السنه محتاجه فيلينج نعمل لها فيلينج، لو الدنشر محتاج يتغير بسبب ان هو مكسور نغيره او نعمل له راونديشن او 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 الحلول كلها. تمام كده؟ لو احنا عرفنا الحاجات دي كلها يبقى احنا هنعرف نشتغل ازاي. طيب هنخش بقى على النقطه اللي بعديها، هنعالج الحاجات دي ازاي؟ زي ما قلنا بندي توبيكال انفيزيا بس، لو سيفير بندي توبيكال كورتيكوستيرويد، لو نوت ريسبوندنج ندي انتراليجنال كورتيكوستيرويد، لو نوت ريسبوندنج ندي سيستميك كورتيكوستيرويد. ومش احنا اللي بنوصف السيستميك كورتيكوستيرويد، يعني كجنرال دنتست ما بنوصفش سيستميك كورتيكوستيرويد، البيشنت جي بي هو اللي بيوصف الكورتيكوستيرويد. والحته دي بتستخدم معانا في التريتمنت بتاع اي ألسر، يعني اي بيشنت جاي عنده ألسر هو ده اللي احنا بنمشي عليه ايا كان، بنشوف السبب الاول لو فايرال ولا فانجل ولا بكتيريال، لو مش موجود في اي واحد من الثلاثه دول يبقى هو تروماتيك، وبنبتدي نخش على السيكونس ده. ما ينفعش مثلا البيشنت يكون لسه جاي لي وعنده ألسر وخلاص قررنا ان هي تروماتيك ألسر، اروح انا اعطي له توبيكال كورتيكوستيرويد على طول او انتراليجنال كورتيكوستيرويد على طول، لا احنا نديله توبيكال انستيزيا، لان معظم الالسرز التروماتيك طالما عالجنا سببها بتبقى سيلف هيلينج، بتخف لوحدها، احنا مش بنبقى محتاجين ان احنا نعمل لها تريتمنت. تمام؟ طيب هنخش على الحته اللي بعدها. طيب هيبقى عندنا الاوتو اميون والاميون ميديتد ليجنز. طيب هنفرقهم ازاي؟ لازم برضو نبقى ايه؟ عارفين الحاجات دي كلها. الاوتو اميون ديزيز، الاوتو اميون ديزيز بتبقى الاوتو اندي باديز، الاوتو الاندي باديز بتاعتنا بتاعت جسمنا بتبتدي تهاجم الجسم ذات نفسه. تمام؟ يبقى الاوتو اندي باديز اللي الجسم بيفرزها المفروض عشان خاطر يعالج بعض الامراض او يعالج اي انفكشن او اي حاجه بيبتدي سوري معلش بيبتدي يهاجم نفسه، الجسم بيبقى بيهاجم نفسه زي معظم الاوتو اميون ديزيز، زي جوجران سندروم، بيهسد، بنفجس بالجارس، او لو سيستميك اوتو اميون ديزيز زي الروماتويد ارثرايتس، كل الحاجات دي بتعمل المشاكل دي. طب الاميون ميديتد زي ايه؟ اميونولوجيكال بروبلمز ويتش از نوت ريليتد تو اميونيتي، يعني هو مشكله مناعيه بس مالهاش دعوه بالمناعه، زي اللايكن بلانس والارثيما مالتي فورم، هنتكلم عليهم برضو ان شاء الله. تمام؟ اتمنى ان كل حاجه تبقى واضحه لغايه دلوقتي. طيب برضو ايه؟ الساينز اوف سيمتومز فور اول تو ديتكت ات اول ميوكوزا اند سكين. تمام؟ يعني الديزيز بتاع الاميون الاوتو اميون او الاميون ميديتد بيبقى اتاكينج اول بادي، كل حته ديفكت ات اول ميوكوزا اند سكين، يعني حتى لايكن بلانس بنلاقي البيشنت بيشتكي من سكين ليجن ومن اورال ليجن وممكن في بعض الاوقات جينيتال ليجن. التريتمنت نفس التريتمنت اللي احنا كنا لسه قايلينه، بنبتدي بايه؟ توبيكال انثيزيا، ما حدش هتجيب معانا نتيجه، يبقى هندي توبيكال كورتيكوستيرويد، انتراليجنال كورتيكوستيرويد، سيستميك كورتيكوستيرويد. تمام؟ اهم حاجه كورتيكوستيرويد از كونترا انديكيتد تو بي جيفن ات اني انفكشن، يعني ما ينفعش البيشنت يبقى عنده انفكشن سواء فايرال او بكتيريال ونروح عاطينه كورتيكوستيرويد، لان الكورتيكوستيرويد بيقلل المناعه، يعتبر نوع من انواع الاميونو سبريسيف، فما ينفعش ان احنا نبتدي وندي البيشنت كورتيكوستيرويد واحنا مش متاكدين المشكله فين. يعني الكورتيكوستيرويد بتستخدم معظمها في الاوتو اميون ديزيز او الاميون ميديتد ليجنز، عشان كده احنا ما نقدرش ندي سيستميك كورتيكوستيرويد، لازم اللي بيدي السيستميك كورتيكوستيرويد الجي بي بتاع البيشنت. تمام؟ هنبتدي بقى هنتكلم على الفيرولوجي. ايه هو الفيرولوجي؟ اللي هو الفيرال انفكشن. الفيرال انفكشن احنا هنتكلم على كذا حاجه. تمام؟ الهربس سيمبلكس فيروس، الفاريسيلا زوستر فيروس، الابشتاين فار فيروس، كوكساكي فيروس، السيتوميجالو فيروس. تمام؟ هناخدهم واحده واحده كده وهنقول كل ساين وسيمتوم بتاعت كل واحد والمشكله بتاعتنا ايه وهنعرف نتعامل معاها ازاي. تمام؟ طيب الهربس سيمبلكس فيروس البيشنت بيبقى جاي كده معظمها بتبقى ايه؟
تسمى acute primary herpetic acute او primary herpetic gingival stomatitis. طيب البيشنت الايدج جروب بتاعنا من 6 سنين من 6 شهور ل 6 شهور ل 6 سنين. لو قبل 6 شهور جه هتبقى دي حاجه اسمها نيونيتال هيربس، معظمها بتبقى انفكشن. تيجي بقى من ايه الانفكشن دي؟ بتلاقي مثلا بعض الناس الطفل لسه متخلف او لسه مولود، وتلاقي اهله مثلا او قرايبه جايين يبوسوه. طب ما هي حته البوسه دي ممكن تنقل الانفكشن، فلذلك ممكن يحصل له نيونيتال هيربس. تمام. طيب لو حصلت بعد الست سنين بيبقى حاجه اسمها تينيج هيربس. تمام. المشكله عندنا اللي هي بتبقى اللي قبل ست سنين بيبقى البيبي لسه ما عندهوش اميونيتي، بيبقى الانيت اميونيتي اللي هي الاميونيتي اللي هو مكتسبها من والدته. تمام. ما بتبقاش افكتيف، وبعد ست شهور بيبقى الاكوايرد اميونيتي بتاعته بتبتدي تطلع، يعني الاميونيتي اللي هو بيبقى التطعيمات اللي هو اخدها وجسمه ابتدى يكون بتاع الاميونيتي بتاعته عن طريق حاجه اسمها التي هيل التي ميموري سيلز او التي هيل بارسيلز. تمام. دي الحته اللي احنا لسه قايلينها. طيب الهيربس سيمبلكس فيروس عندنا تو تايبس، انفكشن اباف ويست او اباف بيلت وانفكشن بيلو ويست. كل واحده ولي، يعني ما ينفعش بيشنت يكون جاي لي بانفكشن في الاورال كافيتي واقول له انت عندك هيربس سيمبلكس فيروس تايب 2، ما ينفعش. او هي بتيجي ولكن في حالات قليله جدا مش مذكوره عندنا دلوقتي. تمام. لكن ممكن تيجي هيربس سيمبلكس فيروس 2 او تايب 2، والهيربس سيمبلكس فيروس تايب 1 ممكن يجي بلو بيلت بس في حالات قليله جدا جدا جدا، برضو لن نتطرق اليها الان. تمام. يبقى احنا نقطتنا الهيربس سيمبلكس فيروس في منه تو تايبس، يا اما اباف ويست يا اما بلو ويست. الهيربس سيمبلكس فيروس تايب 1 اباف ويست، تايب 2 بلو ويست. تمام. طيب احنا عندنا ايه الحاجات بتاعتنا، الساينز والسيمتومز بتاعتنا ايه؟ حاجه اسمها برودرومال سيمتومز اللي احنا لسه قايلينها من شويه، اللي هي الفيفر والماليز، كل الكلام اللي احنا قلناه. عشان كده احنا عطينا السكيم ده ايه في الاول، الفيفر والماليز والسور ثروت والالسرز. تمام. طيب الفيزيكلز بتاعتنا بتبقى عامله زي كده، فيزيكلز زي نقط صغيره. الفيزيكلز هي دي بتبقى، بعض الناس بتلاقي البيشنت جاي بيقول لك الحتت دي معبيه عندي ميه، هي مش معبيه ميه ولا حاجه، هي فيزيكلز. الفيزيكلز بتاعتنا هي دي. طيب الالسرز بتهيل افتر 10 تو 14 دايز وذاوت سكارنج، عشان طيب ما بيعملش سكار. طيب الانيشال هيلينج ذا فايرال ريمينز ات تريجيمينال جانجل ويتنج تو اني اوبورتيونيتي رياكتيفيتي رياكتيفيشن بيدي هيربس لبيلس. يعني ايه بقى؟ بعد ما بيخف البيشنت من الاكيوت هيربيتك جينجيف ستوماتيتس، الفيروس ما بيروحش من جسمه، لا هو بيروح في بيقعد في الترايجيمينال جانجل، بيفضل مسيطر عليه في الترايجيمينال جانجل. بمجرد ما البيشنت يحصل له اي لو المناعه بتاعته بتقل باي طريقه، بيبتدي ساعتها يظهر تاني عن طريق بيعمل حاجه اسمها الهيربس لبيلس، زي ما هي ظاهره عندنا هنا. حتى البيشنت تلاقيه جاي بيقول لك انا عندي برد في شفتي، هو مش برد، هو المناعه بتاعته قلت فالفيروس بدا يطلع تاني. تمام. وهي دي الحالات اللي احنا قلنا بممكن يتنقل منها للنيونيت البيشنت. بتلاقي طفل، بتلاقي حد مثلا ابوه او خالته او عمته او ايا كان من قرايبه بيبتدي يقرب من الطفل ويبوسه، وفي بعض العادات اللي هم بيحبوا يبوسوا الاطفال من بقهم، ودي مشكله طبعا، لان هو ايه اللي بيخلي الفيروس رياكتيفيشن ليدنج تو هيربس لبيالس، يعني ايه اللي بيخليه يطلع للهيربس لبيالس. تمام. زي ما قلنا بيجي المناعه بتاعت البيشنت بتقل، كومن كولد، دور برد، يعني هو الفكره كلها في دور برد. الاميونو سبريشن، المناعه بتاعته بتقل. الاستريس، بعض الناس يقول لك اما بتعصب بتزهق. الاكسبوزر تو سان، اما بنتعرض للشمس فتره طويله هي اللي ممكن تعمل لنا الحكايه دي. تمام. طيب الانسلنس بتاعنا بتاع الهيربس لبيالس قد ايه؟ 92% اوف كيس،
تبقى هيربس لبيالس. تمام؟ Any patient with herpes lobialis should have acute herpetic gingivostomatitis first. يعني مفيش patient هيبقى عنده herpes lobialis ما جالوش acute herpetic gingivostomatitis قبل كده. ممكن يكون حس بيها وممكن ما يكونش حس بيها، ممكن وهو طفل جات له ممكن ما يكونش حس بيها، وممكن تكون جات وعدت. ليه؟ لان هي بتبقى معظم الوقت سب كلينيكال. حاجه اسمها سب كلينيكال، سب كلينيكال هي موجوده ولكن ما بيحسش بيها، او بمعنى اصح بتبقى الموضوع بسيط بالنسبه له. في 80% من الحالات بيبقى سب كلينيكال. طيب احنا هنعمل تريتمنت ازاي؟ زي ما قلنا في الاول ده ايه؟ ده فيرال انفكشن. طب الفيرال انفكشن هندي له ايه؟ بيد ريست وفلويد انتيك وبالانس الدايت وافويد كونتاكت. دول اهم حاجه عندنا. طيب الحاجات دي كلها اللي هي لسه لو الالسرز ما بقى الفيزيكلز ما بقتش تعمل السر. طيب يبقى احنا قلنا بيد ريست وفلويد انتيك وبالانس الدايت وافويد كونتاكت. طيب لو الالسرز لسه ما ظهرتش بندي حاجه اسمها اسايكلوفير اللي احنا قلنا عليه في الاول اللي هو الانتي فايرال في البرودرومال فيز بس. طالما في البرودرومال فيز يبقى احنا نقدر ندي اسايكلوفير. الدوز بتاعتنا بتبقى 200 مللي جرام خمس مرات لمده 5 ايام، 200 في 5 في 5. هي دي حاجه من بارت 2 ولكن ايه؟ يعني خليها معانا دلوقتي. تمام؟ طب لو البرودرومال فيز خلصت والفيزيكلز والالسرز بدات تظهر، السيستميك انتي فايرال ملوش لازمه خلاص نو افكت. بندي توبيكال انتي فايرال او توبيكال انتي فايرال، توبيكال خمس مرات لمده 5 ايام. بس خمس مرات في اليوم لمده 5 ايام. تمام؟ يعني طول ما هو ما ظهرتش الالسرز يبقى السيستميك انتي فايرال هيدي معانا نتيجه. لكن لو الالسرز ظهرت يبقى ملهاش لازمه ان احنا الوقت الوحيد اللي احنا بندي فيه السيستميك انتي فايرال لما البيشنت بيبقى نيونيتال هيربس بيفور 6 ييرز. او ان كيس اوف اتش اي في بيشنت. ليه؟ لان البيشنت اللي قبل ست شهور زي ما احنا ما قلنا بيبقى البيشنت ما عندهوش مناعه، فاحنا لازم نديله. يعني احنا لو ظهرت الفيزيكلز معظم البيشنت بيبقى زي ما قلنا بتبقى الحالات بتبقى سب كلينيكال. طب اما بتبقى سب كلينيكال بتبقى المشكله عندنا ان احنا ما نقدرش ندي البيشنت حاجه لان البيشنت مش بيشتكي، فبالتالي مش هيشتكي الا اما الالسرز تظهر. فبالتالي احنا هنديله ايه؟ هنديله الجزء الاولاني من التريتمنت اللي هو البيد ريست والفلويد انتيك والبالانس الدايت والافويد كونتاكت. طب لو البيشنت عنده مشكله زي ما قلنا اللي هو نيونيتال اللي هو المناعه بتاعته لسه ما حصلتش، او بيشنت اتش اي في بيشنت اللي هو المناعه ما عندهمش مناعه اصلا، يبقى دي المشكله بتاعتنا. يبقى احنا مضطرين حتى بعد ظهور الالسرز نديله انتي فاير. تمام؟ حاجه اسمها الفيرال اللي بعده هيربيتك او هيربيتك ويتلو. تمام؟ ده عباره عن ايه؟ حاجه رير جدا احنا نعتبر ان احنا مش بنشوفها، بتحصل في البيرنتس ان البيرنتس بيتعدى من البيشنت. تمام؟ بيتعدى بتبقى البيرنت بيتعدى من الطفل لو هو بيديله التريتمنت توبيكال بيبقى بتحصل له انفكشن عن طريق البيبي او الطفل. تمام؟ تمام. تاني فيروس عندنا او تاني مشكله عندنا حاجه اسمها امبتيجو. الامبتيجو دي ستاف بكتيريا. تمام؟ ستاف بكتيريا اللي هي ستافيلوكوكاس بكتيريا ديو تو بور هايجين بصفه عامه سواء اورال او مش اورال. تمام؟ البيشنت بقى بيبقى جاي يشتكي من ايه؟ بس اريثيميتس باد اودر بينفول كل الليله دي كلها اللي احنا قلناها. طيب التريتمنت بتاعنا ايه؟ توبيكال انتي بايوتيك او سيستميك انتي بايوتيك. تمام؟ طيب احنا بقى عندنا نقطه صغيره كده لازم نفرق ما بين. طيب نفرق ما بين الهيربس لبياليس ازاي والانجولار كيلايتس؟ لان ده حاجه وده حاجه. طيب الهيربس لبياليس تبقى نيورولوجيكال ويونيلاترال، بتبقى في ناحيه واحده وبتبقى عامله الوجع. الفيزيكلز بتبقى على في الابيثيليوم، فبالتالي بتبقى سيفير بين نيورولوجيكال. تمام؟ طيب لو الانجلر كيلايتس بتبقى بايلاترال موجوده في الناحيتين. ده الفرق اللي الاساسي اللي هيحدد لنا احنا هنشتغل ازاي، لان الانجلر كيلايتس تبقى مينلي فانجل انفكشن او بمعنى اصح بيجي عليها سوبر امبوزيشن
فانجر انفكشن، بتظهر عليها فانجر انفكشن، بتيجي معاها فانجر انفكشن، لكن الهربس اللي بيالس ما بيجيش معاها فانجر انفكشن. تمام، كل ده يبقى احنا كده خلصنا، عرفنا نفرق ثلاث حاجات في الاول. يبقى الهربس سيمبلكس فيروس تايب 1، الهربس سيمبلكس فيروس تايب 2، الامبتيجو، الهربيتك ويتلو. تمام، هنخش على اللي بعده. اللي بعده اللي هو ايه؟ الفاريسيلا زوستر، اللي احنا قلنا عليهم في الاول هنشتغل هنتكلم عليه. طيب الفاريسيلا زوستر مسؤول عن ايه عندنا، او بمعنى اصح بيجي في ايه؟ التشيكن بوكس افكت سيرفايكال نيرف، ريرلي افكت ذا فيس. التشيكن بوكس اللي هو بيسموه ايه؟ بيسموه ايه بالعربي؟ والله ما فاكر بيسموه ايه، ماشي ما علينا. فهو تشيكن بوكس، الجدري المائي، بيسموه جدري مائي، او بيعمل شينجلز، او بيعمل رمسي هانت سيندروم. طيب احنا ازاي هنفرق ما بين الشينجلز والرمسي هانت سيندروم؟ تمام، الشينجلز عندنا بيأفكت الترايجيمينال نيرف، احنا طبعا عارفين الترايجيمينال نيرف ايه البرانشز بتاعته، هم خمسة برانشز. تمام، هناخدهم برضو في الاناتومي ان شاء الله. تمام، بيبقى بينفول وبيعمل باراثيزيا ونامنس، وطبعا نفس السيمتومز اللي بتبقى موجوده، فيفر ومليز وكل الحاجات اللي احنا لسه قايلينها ايه من شويه، اللي هي الفيفر والمليز والسور ثروت والالسرز. تمام، الالسرز بتبقى دروينج الشيب اوف ترايجيمينال نيرف، بيبقى جاي على حسب النيرف اللي هو اخده، يعني لو واخد اي برانش منهم بيبقى راسم البرانش ذات نفسه، وبيجي يونيلاترال ما بيجيش ايه بايلاترال. تمام، طيب بيبقى زي كده، شايف ده واخد السيرفايكال برانش اوف تريجيمينال نيرف اهو، واخد المانديبولار برانش. تمام، واخد ده كله، بيبقى راسم البرانش اللي هو افك. تمام، طيب الرمسي هانت سيندروم بيأثر بقى على الفيشال نيرف مش الترايجيمينال نيرف، بيعمل فيشال باراليسيس اللي هو البيشنت بيجي وشه معوج. الالسرز بتبقى الالسرز تو فيشال نيرف اراوند اير، بتبقى حوالين الودن ذات نفسها، ممكن يعمل ديفنس لان هو بيبقى جاي عند النيرف المسؤول عن السمع. في معظم الحالات بندي فيزيوثيرابي او علاج طبيعي ممكن نحتاجه. تمام، يبقى احنا كده عرفنا نفرق ما بين ايه. طيب التريتمنت بتاعه بقى هنقول ايه؟ نفس التريتمنت بتاع الفيرال انفكشن. تمام، الاساسي بتاعنا اللي احنا لسه قايلينه في الاول، عشان كده احنا عطيناه في الاول وقلنا ايه هنبتدي نعمل. بيد ريست، فلويد انتيك، بالانسد دايت، انالجيزيك انت انتيبايريتيك، دي عشان خاطر نقلل درجه الحراره، يعني البيشنت بيبقى جاي بفيفر فاحنا هندي انتيبايريتيك عشان نقلل الحراره، الانالجيزيكس عشان البين. طيب اسايكلوفير سيستميك، احنا بندي 400 ملي جرام، من 400 ل 800 ملي جرام خمس مرات في اليوم لمده خمس ايام، برده الجزء ده بيبقى في بارت 2 اكتر مش في بارت 1، لان في بارت 1 مش بنتسال على الدوزز. تمام، طيب الكومبليكيشنز بتاعت الفاريسيلا زوستر، الفاريسيلا زوستر برضو انا حاجه نسيت اقولها لكم، او الشينجلز حاجه الناس بيسموها الحزام الناري، يعني بتبقى عندنا في مصر، ما اعرفش بره مصر بيسموها ايه، ولكن بيسمى الحزام الناري، ممكن ياخد النيرف ذات نفسه. تمام، طيب في شويه كومبليكيشنز كده، حاجه اسمها بوست هيربيتك نيورالجيا. تمام، طيب بنعالجها ازاي؟ بندي حاجه اسمها كاربامازيبين، او اللي هو التريد نيم بتاعه اسمه تيجراتول، الدوز بتاعتنا بتبقى 100 ملي جرام في اليوم، وبعد كده 200 ملي جرام، وبعد كده 300 ملي جرام، وبعد كده لغايه 700 ملي جرام، بيبقى ايه الدوز يعني ايه متزايده معانا. طيب بس مشكله التيجراتول ده اللي هو عنده سايد افكت بتاع الرينال والليفر ديسفانكشن، بيعمل مشاكل في الليفر، في الرينال والليفر ديسفانكشن، وبيعمل بون مارو سبريشن. تمام، فبرضه يعني ده مش حاجه كويسه قوي. الميديكيشن شود بي انكريزد جراديولي، يعني انا ما ينفعش البيشنت يكون جاي لي وعنده مشكله
بوست هيربيتك نيورالجيا اروح انا بدي له 700 مللي جرام على طول بردي. لا احنا لازم نبتدي جراديولي واحده واحده مش مستعجلين. والبيشنت هو اصلا يعني دي حاجه من الحاجات اللي مش بتخف في بعض الاحوال بمعنى اصح او بعض الدكاتره ممكن نعمل سيرجري وبنحرق النيرف ده او بمعنى اصح بنقطع النيرف ده بحيث ان الامبلسز بتاعت البين تبتدي ما توصلش. عشان كده احنا بنبتدي نحوله بنحول البيشنت لنيورولوجي. بتوع النيورولوجي هم بقى اللي بيتصرفوا معاه. تمام؟ طيب اللي بعد كده يبقى احنا خلصنا الهربس سيمبلكس فيروس وخلصنا الفاريسيلا زوستر. تمام؟ طيب هنخش على ايه؟ حاجه اسمها الابشتاين فار ابشتاين بار فيروس. ده عباره عن ايه؟ او بيعمل ديزيز ايه؟ انفكتشوس مونونيكليوز. الديزيز اللي هو بيسببه انفكتشوس مونونيكليوز. طيب ده احنا بنعرفه ازاي؟ بنعمل للبيشنت سي بي سي او صوره دم كامله بنلاقي فيه انكريز في الوايت بلاد سيلز طبعا مور ذان نورمال. طيب والبيشنت بيبقى جاي يشتكي فيفر ومليز والسرز نفس الليله كلها. تمام؟ طيب هو بيعمل ديزيزز ايه؟ او بمعنى اصح البيشنت هيبقى جاي بيشتكي من ايه؟ من حاجه اسمها هيري ليكوبليكيا، من حاجه اسمها بيركتس ليمفوما، من حاجه اسمها نيزوفارينجيال كارسينوما. يعني الابشتاين بار فيروس مش حاجه كويسه، او بمعنى اصح عشان بيبقى جاي مع البيشنت برضو الحاجات دي عايزه بيشنت المناعه بتاعته قليله، او اتش اي في بيشنت بمعنى اصح. معظم مرضى الاتش اي في بيشنت بيبقى فيهم المشاكل دي، بتبقى هيري ليكوبليكيا. الهيري ليكوبليكيا بصفه عامه بتبقى حاجه بري كانسرس، يعني ممكن تؤدي الى بري كانسر، او بيركتس ليمفوما، والليمفوما برضو نفس الحكايه، والنيزوفارينجيال كارسينوما. طيب احنا ايه وظيفتنا؟ احنا وظيفتنا ان احنا هنعرف نشخص الديزيز ده. تمام؟ ده زي ما احنا شايفين كده بيتيكيا اللي هي البقع دي اند ألسرز اسوشيتد وذ انفكتشوس مونو نيوكليوس. تمام؟ ودي هنا اللي هي الليكوبليكيا هيري ليكوبليكيا على التنج، معظمها بتيجي على التنج. طيب الفيروس اللي بعد كده هنتكلم على ايه؟ على الكوكساكي فيروس. تمام؟ ايه بقى الكوكساكي فيروس؟ ايه حكايته الكوكساكي فيروس ده؟ بيعمل حاجتين، بيعمل حاجه اسمها هيربانجينا اللي هي هاند فوت ماوس سندروم. تمام؟ ده حاجه اسمها كوكساكي اي فيروس او كوكساكي بي فيروس. كوكساكي اي فيروس هو المسؤول عن الهيربانجينا، هو اللي بيعمل الهيربانجينا، بيعمل زي ما قلنا هاند فوت ماوس سندروم. تمام؟ بيتميز بايه؟ او بمعنى اصح نعرفه ايه؟ شالو السرز هيلز ويزاوت سكارينج، ما بيبقاش فيها سكار. تمام؟ خلال 10 ايام. تمام؟ الهيربانجينا كوز السر ان بوستيريور هاف اوف ذا ماوس. يعني البيشنت بيجي يشتكي ان الجزء الخلفي من بقه على التانج وعلى السوفت بالت وعلى اليوفيلا بيبقى فيها ايه؟ بين، وبيبقى فيها السر، شالو السر. هاند فوت ماوس سندروم كوز السر ان ذا اند. اما الهاند فوت ماوس سندروم بيعمل اتلخبطت معايا طبعا. ماشي، نقول تاني. الكوكساكي فيروس بيتكون من نوعين، بيعمل نوعين اساسيين، كوكساكي اي فيروس وكوكساكي بي فيروس. الكوكساكي اي فيروس بيعمل اتنين ديزيزز، هيربانجينا وهاند فوت ماوس سندروم. الاتنين بيتميزوا بشالو السرز. الهيربانجينا بتعمل السرز في البوستيريور هاف اوف ذا ماوس. الهاند فوت ماوس ديزيز كوزس السرز في الانتيريور بارت اوف ذا ماوس. يعني الكوكساكي فيروس كده كده بيعمل السرز في الماوس، يا اما بوستيريور يا اما انتيريور. لو بوستيريور يبقى هيربانجينا، لو انتيريور تبقى هاند فوت ماوس سندروم. طيب الكوكساكي بي فيروس بيعمل ايه؟ احنا مش هنشوفه لان هو بيأفكت الهارت والليفر والبنكرياس leading to myocarditis. احنا مش تبعنا، او بمعنى صح البيشنت مش هيجي يشتكي عندنا بمعنى اصح.
تمام. ادي الهاند فوت ماوس الالسرز اللي بتبقى موجوده. يبقى احنا هنا ده بتاعت ايه؟ الكوكساكي ايه فايروس. الفيروس اللي بعد كده سايتوميجالو فيروس. السايتوميجالو فيروس ما بيتلاحظش في الهيلثي بيشنت، يعني بيتلاحظ في البيشنت اللي عنده البيشنت اللي عندهم مشاكل زي المناعه الاوتو اميون ديزيزز والاتش اي في بيشنت والناس دول. طيب موست فاوند ان سليفري جلاند، بيبقى موجود اكتر الاوقات في السليفري جلاند. لايف ثريتنينج او بمعنى اصح مميت في البيشنت الاميونوسبريست. البيشنت الاميونوسبريست اللي احنا لسه قايلين عليه زي ايه؟ الاتش اي في بيشنت والاورجان ترانسبلانت. ليه الاورجان ترانسبلانت؟ لان الاورجان ترانسبلانت بياخد اميونوسبريسر عشان البيشنت عشان الجسم البيشنت ما يطردش الجسم اللي احنا حطيناه اللي احنا عملنا له ترانسبلانت. تمام. وكمان في الهيباتايتس بيشنت والرينال ديزيز. تمام. ان ريل كيسز ان رير كيسز سويلنج ات سليفري جلاند، بيحصل سويلنج في السليفري جلاند بتاعتنا. تمام. تمام. يبقى احنا كده خلصنا ايه كلام على ال ال فيرال بتاع الفيرال انفكشن بتاع. طيب يبقى احنا كده هنقول سريع بسرعه كده تاني، احنا اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا ازاي نفرق ما بين الانفكشن بصفه عامه، الفيرال انفكشن والبكتيريال انفكشن والفانجال انفكشن. طيب البكتيريا الفيرال انفكشن اتكلمنا على الهربس سيمبلكس فيروس تايب 1 وتايب 2، واتكلمنا على الفاريسيلا زوستر الشينجلز والتشيكن بوكس والرامسي هانت سندروم، واتكلمنا على الابستاين بار فيروس والكوكساكي فيروس والسيتوميجالو فيروس. يبقى احنا كده غطينا الحاجات المهمه الاساسيه اللي احنا محتاجين نعرفها في الفيرال انفكشن. طيب نبتدي نخش على اللي بعده، حاجه اسمها ايه؟ الاميون ميدييتد اند الاوتو اميون ديزيز. الحته دي احنا هنتكلم عليهم مع بعض، اللي هم ايه؟ الاريثيما مالتي فورم والبنفيكاس فيلجاريس واللايكن بلانس واللايكينويد رياكشن. لازم نعرف نفرق ما بين حبه الحاجات دول. طيب هنبتدي بايه؟ الاريثيما مالتي فورم. الاريثيما مالتي فورم دي حاجه اسمها اميون ميدييتد. تمام. الاريثيما مالتي فورم اميون ميدييتد ليه سيريس؟ مش خطيره قوي، او بمعنى صح ما بتعملش مشاكل قوي. طيب هي فيها في منها تو تايبس، يا اما ماينور تايب اللي هو الماينور تايب وميجور تايب. تمام. الماينور تايب بتاعنا عباره عن ايه بقى؟ الماينور تايب بتاعنا بيعمل حاجه اسمها سكين مانيفستيشن. السكين مانيفستيشن اللي هي التارجت ليجن، اللي هي دي اللي احنا لسه اللي احنا شايفينها التارجت، كانك بتعمل تارجت، كانك بتنشن بمعنى اصح على حاجه. تمام. الاورال السرز بتاعتنا ريد وريجولار ومالتيبل السرز ديب اند ريكارنت. يعني احنا لسه كنا بنقول في الايه؟ في السيتوميجالو فيروس، سوري في الكوكساكي فيروس شالو السرز، لا دي بتبقى ديب السرز. تمام. بتحصل في الرجال من بتوين 20 اند 30 years. تمام. بيحصل معانا زي ما قلنا الاورال السرز بتاعتنا بتبقى ريد وريجولار ومالتيبل السرز ديب وريكارنت. طيب وبيحصل معاها كمان اي ليجنز، بتعمل حاجه اسمها كونجنكتيفايتس، يعني البيشنت بيبقى فيه الكونجنكتيفا بتاعته بيحصل فيها الليجن. وبيحصل كمان جينيتال ليجنز، حاجه اسمها بالانايتس وبتاع ده اوفالفايتس. تمام. ده اللي احنا ايه الكلام اللي احنا لسه قايلينه. ادي ايه؟ دي الاريثيما مالتي فور. تمام. ادي البالانايتس. تمام. طيب التايب الثاني بتاعنا الميجور تايب، او بمعنى اصح اسمه ايه؟ ستيفن جونسون سيندروم. طيب الستيفن جونسون سيندروم ده بيحصل نتيجه لايه؟ او بمعنى اصح ايه اللي بيجيبه؟ يعني ليه هيجي لنا الميجور تايب؟ تريجرد باي هيربس سيمبلكس فيروس، يعني بيبقى البيشنت عنده اميون ميديتد بروبلم وبيبقى معاه هيربس سيمبلكس فيروس او نيمونيا او مالجنسي او اكسبوجر تو سان او دراج اند راديشن. يعني ايه بقى؟ يعني البيشنت بيبقى بياخد مالتيبل دراجز، شويه دراجز كده. تلاقي مثلا بيشنت راح للصيدلي قال له اصل انا سخن شويه، فراح له ايه؟ قال له خد في عندنا هنا حاجه
يقول له خد مجموعه البرد. مجموعه البرد دي مشكله ممكن يحصل دراج انتر اكشن فيها، لان معظم اللي واقفين في الصيدليات او بعض الاوقات اللي واقفين في الصيدليات بيكون مش صيدلي، فبالتالي ما يعرفش انت بيدي ايه، بيدي اي حاجه في البرد وخلاص، يقول له خد لك واحده مضاد حيوي على واحده خفض حراره على واحده مش عارف ايه، كل الحاجات دي بتعمل المشاكل بتاعتنا. طيب الاورال السرز بتاعتنا اللي بتميز ستيفن جونسون سندروم بلادي كراستد ليب، ان الليب بتاعتنا تبقى بلادي كراستد. يعني ايه بلادي كراستد؟ يعني بيبقى بلاد ومتجمد عامله كراست، تمام. طيب الاي ليجن بتاعتنا تعمل حاجه اسمها سيمبليفرون. سيمبليفرون ان العين بتبقى لازقه في بعضها، هنشوفها دلوقتي معانا الصور بتاعتها، تمام. دي حاله ستيفن جونسون سندروم زي ما قلنا، ادي البلادي كراستد ليب، تمام، ادي البلادي كراستد ليب، تمام، وادي الجينيتال ليجن، تمام، زي اللي فاتت برضه، زي اللي احنا كنا لسه قايلين، تمام. ادي السيمبليفرون، السيمبليفرون ادهيجن اوف ذا اي بول تو ذا اي ريم، دي بتؤدي لايه؟ لبلايندنس، تمام، بيكوز اوف ليميتيشن اوف اي موفمنت. طيب التريتمنت بتاعنا هنعمل ايه؟ بندي سيستميك كورتيكوستيرويد، تمام. طيب يبقى احنا كده عرفنا الميجور تايب وعرفنا الماينور تايب بتاعت ال ستيفن جونسون سيندروم. طيب هنعالج اي نون انفكتشس ديزيز ازاي؟ الكلام اللي احنا قلناه في الاول، اللي احنا هنعالج ازاي التريتمنت اوف اني نون انفكتشس ديزيز، بندي اول حاجه توبيكال انستيزيا. طب لو احنا ما فيش التوبيكال انستيزيا ما جاتش معانا، ما جابتش معانا نتيجه، بندي توبيكال كورتيكوستيرويد 4 مرات في اليوم لمده شهر. طب لو احنا ما عملتش معانا نتيجه بندي انترال ريجونال انجكشن. مشكله الانترا ريجونال انجكشن اوف كورتيكوستيرويد اللي هي سيفير بينفول، يعني البيشنت بيبقى اصلا موجوع وانت بتيجي بالابره وبتدي الانجكشن للكورتيكوستيرويد في الحته دي، فبالتالي بتبقى سيفير بين، بس لازم نعملها، ما ينفعش ننط على سيستميك كورتيكوستيرويد. زي ما قلنا سيستميك كورتيكوستيرويد بيبقى وذ ريفيرال، يعني مش انت اللي بتكتبه، الجي بي هو اللي بيكتبه. طيب معظم الوقت البيشنت بيبقى جاي لك في الحكايه دي متشخص جاهز، يعني مش انت اللي بتشخصه. طيب يبقى احنا بنحتاج نعمل له ايه؟ اف هي نيدز دنتال تريتمنت او اكستراكشن، بنعمل حاجه اسمها دبل الدوز اوف كورتيكوستيرويد بيفور اكستراكشن. تاني نقول تاني، البيشنت بيبقى في الحالات اللي زي دي جاي لك متشخص جاهز وبيبقى جاي ماشي على كورتيكوستيرويد اوريدي. طيب اما بيبقى ماشي على الكورتيكوستيرويد يبقى انا هشوف انت بتاخد يا عم النهارده قد ايه كورتيزون في اليوم؟ قال لك 5 مللي جرام، 10 مللي جرام، 20 مللي جرام. انت قبل ما هتيجي عشان اعمل لك الدنتال تريتمنت او الدنتال اكستراكشن هتدبل الدوز، هتاخد الدوز بتاعتك دبل عشان نعمل افويدنج للادرينال كرايسيس، تمام؟ عشان نعمل افويدنج للادرينال كرايسيس. طيب حاجه كده على جنب بقى ايه عايزين نعرفها. طيب احنا هنعمل الكورتيكوستيرويد التوبيكال ده ازاي؟ توبيكال كورتيكوستيرويد هنعمله ازاي؟ في حاجه موجوده اسمها كينالوج ان اورابيز، كينالوج ان اورابيز دي بعض الاوقات بتبقى ناقصه او مش موجوده او مش متوفره، او بمعنى اصح البيشنت مستغليها لان سعرها بيبقى غالي شويه. طيب هنعمل ايه؟ بنجيب حاجه البديل بتاعها كيناكورت ان اورابيز، هي. طيب لو احنا لو مش متوفرين برضو ويعني الظروف بتاعتنا مش قادرين نجيب الحاجات دي، بنجيب ايه؟ بنجيب اورابيز از كاتاليست. زي ايه؟ زي اي اورابيز، زي الاوراكيور ولا اي توبيكال انستيزيا، بس تبقى ايه؟ بتستخدم انترا اورا، وبنزود عليه توبيكال كورتيزون، تمام؟ زي هوستا كورتين، في حاجه اسمها هوستا كورتين اي دروبس مع اوراكيور جيل، تمام؟ او بتنوفيت كريم مع اوراكيور جيل، بنخلطهم على بعض ونحطهم على الالسر، تمام؟ او بنجيب بقى الايه لو عايزين نعملها موسوش، بنجيب البيتادين موسوش، بنجيب كورتيكوستيرويد انجكشن ونخلطهم على بعض ونخلي البيشنت يمضمض، تمام؟ يعني دي ايه؟
دي حاجه بره الـ بره الـ بره الـ بره الشغل بتاعنا يعني، بس دي ايه لعياداتنا يعني بمعنى صح احنا شغالين. تمام. طيب هنتكلم بقى على حاجه مهمه جدا اللي هي ايه البيمفيجاس. تمام. البيمفيجاس بتبقى بله او بمعنى صح اللي هي الكوره اللي مليانه ميه بترابشر وتسيب بينفول ايروجن. تمام. طيب التايبس اوف بيمفيجاس عندنا كام تايب من البيمفيجاس بقى؟ اول حاجه بيمفيجاس فولياتس. تمام. وبيمفيجاس فيجيتانس وبيمفيجاس فالجاريس وبيمفيجاس اريثيميتاس ودراج انديوز بيمفيجاس. تمام. كلهم نفس الحكايه اللي هي بولا ورابشر وبينفول ايروجن. تمام. وفي ايه بارانيوبلاستيك بيمفيجاس. تمام. دي سيفير كرونيك اوتو اميون ديزيز، سيفير جدا برضو البيشنت بيبقى متشخص جاي لك متشخص جاهز. تمام. طيب هنعمل تريتمنت ازاي؟ التريتمنت بتاعه ازاي؟ نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه، توبيكال اناثيزيا نو افكتيف نيد، نفس الكلام وهو ده الكلام اللي احنا كنا قايلينه في الاول، عشان كده كنت عامل لكم السكيم اللي في الاول اللي احنا نقدر نشتغل عليه. طيب بس احنا هنا بقى هنزود حاجه معانا. ايه هي اللي هنزودها؟ لو الكورتيكوستيرويد السيستم الكورتيكوستيرويد ما جابش معانا نتيجه بندي اميونو سبريسنت، او مش احنا اللي بندي برضو الجي بي بتاع البيشنت او الدكتور اللي هو متابع معاه اميونو سبريسنت. اميونو سبريسنت تو انهبيت اميونيتي تو ديكريس الانتي بوديز. ما احنا مشكلتنا ان الانتي بوديز بتهاجم نفسها. تمام. يبقى الاريثيما مالتي فورم اميون ميديتد، البنفجس اوتو اميون ديزيز. تمام. In case patient need extraction, prophylactic antibiotic is needed لأن البيشنت أصلاً ما عندوش مناعة with doubling the dose which is taken if corticosteroids are used. تمام؟ يعني إحنا هنديله antibiotic كبروفيلاكتيك قبل الشغل وبعد الشغل وكمان بندبل الدوز بتاعت الكورتيكوستيرويد قبل ما نشتغل إذا كانت الإميونو إذا كان البيشنت بياخد كورتيكوستيرويد. اما لو مش لو بياخد اميونو سبريسنت لا خلاص احنا كده كده ايه هو متنيل بمعنى اصح. طيب البنفيجاس فالجاريس عباره عن ايه بقى؟ البنفيجاس فالجاريس ده اوتو اميون ديزيز. تمام. احنا عندنا حاجتين هنفرق ما بينهم دلوقتي، البنفيجاس فالجاريس وميوكاس ممبرين بنفيجويد. تمام. البنفيجاس فالجاريس عباره عن اوتو اميون ديزيز، الاوتو اندي بادي الاوتو اندي باديز فاوند انترا ابيثيليال، يعني موجوده في الانترا ابيثيليال، موجوده في وسط الابيثيليال. تمام. الفيسيكلز بتاعتنا فلاسيد وسوبرفيشال، يعني ايه لبره شويه سوبرفيشال سطحيه، بترابشر بسهوله وتعمل ايه سوبرفيشال انسر لوس اوف بلاد، وبيبقى في حاجه اسمها بوزيتيف نيكوليسكي ساين. تمام. مور سيريس وفيتال. تمام. مور سيريس وفيتال. تمام. فيتال يعني ايه؟ يعني مميت. تمام. الانفستيجيشنز اللي احنا بنحتاجها عشان نحاضر عشان خاطر نكشف على البنفيجاس فالجاريس، ناخد بايوبسي من الليجن سواء انترا اورال او اكسترا اورال، دايركت اند اندايركت اميونو فلوريسنس وسايتو سايتولوجيكال اكزامينيشن، بنعمل تحاليل عشان نشوف الايه الاوتوميون ديزيز. طيب ادي الالسر اللي بتبقى ايه سوبرفيشال السر زي ما احنا شايفين في البلد كده، وبتبقى السر سيفير بين. تمام. ساعات بتيجي على الطريق. طيب الميوكاس ممبرين بنفيجويد بقى عباره عن ايه؟ اوتوميون ديزيز برضه، يعني احنا بنتكلم على الاوتوميون ديزيز. الاوتو انتي باديز بقى هنا موجوده فين؟ سب ابيثيليال، يعني هنا انترا ابيثيليال في البنفيجاس فالجاريس وفي الميوكاس ممبرين بنفيجويد سب ابيثيليال تحت الابيثيليال، يبقى ايه؟ يبقى صعب ان هي ترابشر، يبقى مش هتعمل معانا السر بسهوله، هتعمل حاجه اسمها دنس بولي، والالسرز بتاعتنا اذا اتكونت هتبقى ديب السر، وبيبقى ايه نيجاتيف نيكوليسكي ساين.
تمام may lead to simbliferon. ممكن يعمل معانا simbliferon زي ما قلنا في الايه في الميجور تايب اوف اريثيما مالتيفورم. ده بيبقى تحت ادي الابيثيليوم اهو ادي البوليه بتبقى سب ابيثيليوم. تمام في بقى حاجه بتبقى مشتركه ما بين الحاجات ما بين الديزيزز دي حاجه اسمها ديسكواميتيف جينجيفايتس. جينجيفايتس او لينير اريثيما بس ملوش لوكال كوز. يعني ايه ملوش لوكال كوز؟ يعني ملوش ولا مفيش ولا بلاك ولا كالكولس. البيشنت بيجي يشتكي ان الحته دي حمراء جدا واما اجي اغسل سناني بتنزل دم. طب انت تبص كده عنده مش هتلاقي ان فيه اي مشكله او معنى صح ما عندوش جير ما عندهوش بلاك مهتم بالاورال كافيتي بتاعته. طب الحاجات دي بتظهر فين؟ بتظهر في اللايكن بلانس والبنفيجاس فالجاريس والميوكاس ممبرين بنفيجوي. يعني مشتركه ما بين الثلاثه دول. طيب التريتمنت بتاعها ريموف الكوز اذا كان في كوز بنعالج الكوز بتاعنا وتوبيكال كورتيكو. احنا نرجع ايه ونقول الديسكوميتيف جينجيفايتس تاني. تمام بيظهر معانا لينير اريثيما بتظهر معانا نون بلاك جينجيفايتس اللي هو ملوش لوكال كوز بيبقى موجود في اللايكن بلانس والبنفيجاس فالجاريس. نفس الكلام اللي احنا كلنا لسه ايه التريتمنت ريموفال اوف كوز اهو بيبقى لينير اريثيما كده الجزء ده كله بيبقى محمر احمر كده. تمام وما فيش طبعا دي اسنان مش تعبانه يعني الاورال هايجين مش حلوه قوي ولكن ده اللي بيبقى ايه ظاهر بقى. طيب الحاجه اللي بعديها بقى هنتكلم عن ايه هنفرق ما بين حاجتين اساسيتين اللي هم اللايكن بلانس واللايكنويد رياكشن. ايه بقى الاثنين دول لازم نبقى عارفينهم. ماشي لازم نبقى ايه عارفينهم. عباره عن ايه كرونيك انفلاماتوري ديزيز انفلاميشن ومش معروف السبب بتاعه بيقال ان هو immune mediated. تمام found in 20% of population يبقى الانسيدنس بتاعنا 20% of population population كامله. تمام not serious disease الا في حالات معينه يعني السيريس السيريسنس بتاعه في حالات معينه مش في مش في كل حاجه. not painful برضه في حالات معينه لان هو ليه كذا تايب. تمام بيتميز بايه؟ بيتميز ان هو بيروح ويجي remission and extirpation. تمام وملهاش علاج يعني هي المشكله كلها ان هي ملهاش علاج. تمام يعني البيشنت في بعض التايبس بتاعته اللي هو بيبقى فيها المشكله دي. تمام طيب it has no cure زي ما احنا لسه بنقول. المانجمنت بتاعنا prevention only to be inactive avoid irritation بنبعد عن الحاجه الirritated. تمام لو في soreness او inflammation بندي ال التريتمنت اللي احنا لسه قايلينه اللي هو توبيكال توبيكال اناثيتيك توبيكال كورتيكوستيرويد. نفس الكلام اللي احنا قلناه في الاول خالص وهو ده اللي ماشي معانا في الحكايه دي كلها. تمام ده طبعا الروسيف تايب اوف لايكن بلانس. طبعا دي بتبقى سيفير بين البيشنت بيبقى جاي بيشتكي من حرقان جامد في بقه. تمام طيب احنا عندنا التايبس بتاعنا التايبس بتاعت اللايكن بلانس بابيولر بلاك لايك بولس ريتيكولار اروسيف اتروفيك بيجمنتد ودي رير جدا ان هي تحصل. طيب البيوبسي بتاعتنا مش محتاجين ان احنا ناخد منها بيوبسي. تمام عشان الدايجنوزس كان بي ميد كلينيكالي. تمام دي التايبس بتاعتنا ادي ريتيكولار زي ما قلنا احنا مش محتاجين نعمل لها بيوبسي. تمام عشان الدايجنوزس ممكن يتعمل ايه كلينيكال فايندنج الون هي بتبقى باينه. يعني انت بتبص في بق العيان كده بتلاقي ايه الكلينيكال بتبقى انت بتقول يعني على دي مفيش فيها اختلاف بمعنى اصلا. طيب المانجمنت بتاعنا زي لسه ما قايل. تمام بنعمل ريفور تو اورال ميديسن يعني احنا ايه بنريح دماغنا بمعنى اصح او ريفير تو اورال ميديسن سبيشالست. لازم نستبعد حبه حاجات برضو عشان خاطر ايه نستبعد البيشنت يبقى عنده بتاع الدايبيتس ميليتس فيروس سي. ما لو بياخد ميديكيشنز لو دنتال فيلينجز شود بي اكسكلودد. ليه؟ هنعرفها كمان دقيقتين بالظبط. بلاد تيست مي بي ريكوايرد. تمام ريموفال اوف افكتد
ريموفال اوف افكتد اريا ويل نوت سولف ذا بروبلم، يعني احنا لو شلناها سيرجيكالي مش هتعالج لنا المشكله. تمام، ده نفس الكلام اللي احنا لسه ايه قايلين. بلاد تيست ريكوير عشان خاطر نستبعد دايابيتس ميليتس وفيروس سي، اكيد. تمام، ده بقى الايه اللي انا كنت لسه داخل اقول لكم عليه، اللي انا قلت لكم هنعرفه كمان شويه. حاجه اسمها لايكينويد رياكشن. يعني ايه لايكينويد رياكشن؟ هيتروجينس جروب اوف ليجنز اوف اورال ميوك اوف اورال ميوكوز ذات شو سيميلر كلينيكال اند هيستولوجيكال تو لايكن بلانس. يعني ايه بقى؟ يعني حبه حاجات كده موجوده بتبقى مشابهه لللايكن بلانس لكن مش لايكن بلانس، ليها اسباب ثانيه. السبب او الاختلاف الاساسي ما بينها ان لايكن بلانس از اميون ميديتد ديزيز، اللايكينويد رياكشن از هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. تمام، ده الايه الحاجه الاساسيه. طيب الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن دي بقى بيحصل ليه او سببه ايه؟ لو في دنتال ريستوريشن ماتيريال بنسبه كبيره بتحصل مع البيشنت اللي حاطين امالجم كتير في بقه. طيب لو بياخد بعض انواع الدراجز زي ايه؟ النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، الانتي هايبرتنسيف دراجز، الانتي مالاريال دراجز، لو في جولد ثيرابي، بعض الديزيز زي اللي بيتعالجوا من الروماتويد بياخدوا حاجه اسمها جولد ثيرابي. طيب لو في بتاع ده كرونيك جرافت فيرسس هوست ديزيز، اللي هو البيشنت اللي بنبقى واخدين له جرافت من حته وبنديله اميونو سبريسيف، فبالتالي بيحصل كرونيك هايبر سنسيتيفيتي في الحته دي، او الهيباتيتس سي انفكشن، او الديابيتس ميليتس والهايبرتنشن. ده عشان كده قلنا في المانجمنت بتاع اللايكن بلانس لازم نستبعد الديابيتس ميليتس وفيروس سي انفكشن، هيباتيتس سي فيروس. طيب المانجمنت بنعمل حاجه اسمها سكيم بانش تيست to exclude fixed drug interaction. بناخد تيست، التيست ده مهم جدا ان احنا بنستبعد الفيكسد دراج ايربشن، ان البيشنت بياخد دراج لمده معينه فبيحصل له فيكسد دراج ايربشن. ريبليسمنت اوف ريستوريشن اوف ريستوراتيف ماتيريال. يعني ايه ريبليسمنت اوف ريستوراتيف ماتيريال؟ يعني احنا البيشنت عنده مشكله في الامالجم، شيله نحط كومبوزيت، شيله نحط جلاس ايونومر، ايا كان. تمام، طب لو البيشنت المشكله دي عنده من الدراجز اللي بياخدها زي النون ستيرويدال او الانتي هايبرتنسيف او الانتي مايرال او الليله دي كلها، يبقى هنحوله للجي بي بتاعه عشان يغير له الدراجز، وبندي في الاخر توبيكال كورتيكوستيرويد. تمام، ده اللي احنا كنا لسه بنقول عليه اهو. في طبعا فرق ما بينه وما بين اللايكن بلانس اهو، ده نتيجه للامالجم، ده هنا دراج رابشن. تمام، طيب احنا كده فاضل لنا في المحاضره بتاعت النهارده ان شاء الله جزء صغير جدا، ده المانجمنت اللي احنا كنا لسه بنقول عليه، سكين بانش تيست، ريبليسمنت اوف ريستورت ماتيريال، انهانسنج اورال هايجين، ريفير تو جي بي دي ايه تو ريبليس دراج. احنا كده فاضل لنا جزء صغير في المحاضره ان شاء الله، ربع ساعه او ثلث ساعه ناخد ريست بس، هنتكلم على الاورال كانسر وبعد كده ايه نكمل. خمس دقائق ريست. يلا دكاترة رجعنا معانا. تمام، نكمل. طيب هنتكلم بقى على الاورال كانسر. الاورال كانسر اهم حاجه عندنا، يعني حاجات معينه لازم نعرفها طبعا، احنا في بارت 1 مش بنتدخل في الليله دي كلها، بس ايه عشان نبقى عارفين. اول حاجه بنعملها بريفنشن، تاني حاجه دايجنوزز، وتالت حاجه المانجمنت اوف راديو ثيرابي. تمام، البريفنشن الاساسي بتاعنا ازاي ما نوصلش للاورال كانسر، عافانا الله واياكم. تمام، طيب هنتكلم عن ايه الاورال كانسر مين لي، او معنى اصح الحاجه الاساسيه اللي بتبقى موجوده او الحاجه الاساسيه اللي احنا بنشوفها كتير، سكوما سيل كارسينوما. تمام، عباره عن ايه السكوما سيل كارسينوما؟ ابنورمال نيوبلازم اوف ذا ماوس. تمام، موست كيسز ديسكفرد باي دنتست. البيشنت بيبقى جاي بيشتكي من السر، سواء ألسر كبيرة أو ألسر صغيرة أو أيا كان، بنبتدي إيه نكتشف. تمام، طيب السايتس الأساسية اللي إحنا بنشك فيها، أو بمعنى أصح لو البيشنت جالك بألسر كبيرة فيها، إحنا هنشك فيه إن هو ألسر إيه؟ الفلور أوف ذا ماوس لو ألسر كبيرة جدا، لو اللاترال سيرفيس أوف ذا تانج، لو الليبس
اللبس اللور ليب موست كومن، تمام؟ بتبقى حاجه زي كده، بتبقى باينه يعني، هي انت بتشوفها بتبقى باينه ان هي اورال كانسر، تمام؟ الانسيدنس بتاعنا بتاع السكوما سيل كارسينوما ايه؟ 30,000 كيسز كل سنه، تمام؟ 8,000 ديس بير يير، في 8,000 منهم ديس بير يير، 50% منهم من ال 30,000 دول 5 year survival rate early detection saves lives، يعني احنا كل ما نكتشفها بدري كل ما تبقى ايه احسن. 5 years survival for localized disease is 76%، تمام؟ 5 year survival of metastatic disease is 19%، تمام؟ طيب ايه الورنينج ساينز بقى اللي احنا نبتدي لو شفناها نبتدي نقلق منها، او بمعنى اصح نقول البيشنت عنده مشكله؟ الليكوبليكيا، تمام؟ اللي احنا لسه قايلينها في الاول، الليكوبليكيا بريماليجنا. الاريثروبليكيا برضو مور دينجرس ذان ليكوبليكيا، تمام؟ اللامب او ثيكنس اوف اورال سوفت تيشو، بتبقى السوفت تيشو ذات نفسها بتحس ان في ثيكنس فيها، تمام؟ بنبتدي طيب لو البيشنت برضو جاي بيشتكي معانا من سورنس او بتاع ده لامب ان ثروت، زوره بيبقى فيه مشكله، الثروت بتاعه بيبقى فيه لامب، بيبقى فيه كلكيعه بمعنى اصح، تمام؟ طيب الديفيكالت ان تشيوينج، بياكل بياكل بصعوبه، مش عارف يمضغ الاكل، تمام؟ اير بين، بيشتكي من اير بين وما عندناش اي لوكال كوز، نبتدي نقلق منها بمعنى اصح. هورسنس اوف فويس، الصوت بتاعه بيبتدي يبقى رفيع او بمعنى اصح تبقى دي مشكله في الثايرويد. في صعوبه في الموفمنت بتاعت الجو التانج، الجو التانج بتاعه بيبقى فيها مشكله. نمنس اوف ذا تانج، بيبقى فيه تنميل في التانج او الماوس، او جو سويلينج، طبعا ايه بيبقى دي اللامب، ادي الاريثروبيك يا سوري، دي اللي هي ايه المحمره جدا اللي هي مور دينجرس ذان. طيب الريسك فاكتورز بتاعتنا او معنى صح ايه الحاجات اللي البيشنت بيعملها واحنا نبتدي نشك ان ده احتمال يبقى اورال كانسر. طيب اول حاجه توباكو يوز، التدخين بكل انواعه، سواء بقى فيب، سواء توباكو تشيوينج، سواء سموكينج سيجاريتس، سواء الشيشه والسجاير والليله دي كلها. سان اكسبوجر، الناس اللي بتشتغل في الشمس كتير، تمام؟ الالترا فايروت ريز برضه ريسك فاكتور. الكحول يوز، اللي بيشربوا الخمور، تمام؟ الايدج، الاكستريم بتاعنا في بتاع ده في يعني كبار السن بمعنى اصح. الجندر، ميلز اكتر من الفيميلز، مع ان برضه بيجي في الفيميلز يعني، تمام؟ الريس، البلاك بتاع البلاك بيحصل لهم اكتر من الوايت. طيب احنا لازم نعرف نشخصها عشان خاطر كل ما هتتشخص بدري كل ما هتبقى اسهل في العلاج. طيب ايه الاورال ليجن سسبيشس فور اورال كانسرز، يعني ايه البيشنت اللي هيجي يشتكي بيها انا هبتدي اشك ده ممكن يبقى اورال كانسر؟ طيب هوموجينس ليكوبليكيا، تمام؟ هوموجينس ليكوبليكيا، ليكوبليكيا وذ ايرلي سكويمس سيل كارسينوما، السكويمس سيل كارسينوما بتبقى جايه معاها ليكوبليكيا. نوديولار ليكوبليكيا وذ سيفير ابيثيريال ديسفيجيا، تمام؟ اريثروبليكيا وذ كانديدال انفكشن. كل الحاجات دي احنا بنبتدي نخاف منها ان هي ايه بري كانسرس والبيشنت هيبقى عنده مشكله. طيب في حاجه اسمها هيومن بابيلوما فيروس او اتش بي في والاورال كانسر، 1% من الاورال كانسر is linked to الهيومن بابيلوما فيروس، تمام؟ الهيومن بابيلوما فيروس infects الابيثيليال سيلز، اللي سموكينج والدرينكينج الكحول كان بروموت هيومن بابيلوما فيروس انفيجن، يعني بتساعد الهيومن بابيلوما الاتش بي في اللي هو يبتدي يشتغل بمعنى اصح، تمام؟ طيب الساينز والسيمتومز اوف اورال كانسر، امتى هقول ده كانسر وامتى هقول ده مش كانسر؟ سورز وليجنز ذات وونت هيل نوت بيرفول، البيشنت بيبقى جاي عنده كام ألسر كده ومش بيخف،
ومش بيوجعوه، بس هم مضايقين وبيحشروا اكل، بيعملوا التهابات بس مش مضايقين. لمبا اور ثيكنس ان ذا تشيك، اللي تشيك من الجنب بيبقى ثيكند، بيبقى فيه بقع بيضة كده وتقيله. البيشنت برضو بيشتكي من ده، بيقول لك وانا باكل مثلا بتبتدي ايه تعض معايا. دي شكاوات البيشنت. وايت اور ريد باتشز اون ذا جام او تونسلز او الماوس. طيب دي بقع بيضة او حمراء في التشيك او في الجم او في التونسلز او في الماوس. طيب حاجه برضو لازم نبقى عارفينها، طب البيشنت احنا عطينا له، احنا مشينا مع الليله دي كلها وكل الحاجات دي، شكينا ان هو عنده كانسر، تمام، شكينا ان هو عنده كانسر سوري. تمام، هقول لكم حاجه اخيره في الاخر، كرونيك سور ثروت، الالتهابات في اللوز المزمنه، difficulty of swallowing، مش عارف يبلع البيشنت، numbness in any area of the mouth، numbness بدون سبب، swelling of jaw، نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه من شويه بقى. طيب التريتمنت بتاع الاورال كانسر ايه؟ التريتمنت بتاع الاورال كانسر ايه؟ radiation therapy، تمام، يا اما كيموثيرابي يا اما سيرجري. السيرجري الاولدست فورم اوف تريتمنت، تمام. الراديشن بيعمل ايه؟ ديستراكشنز اوف سيل ميكينج ذيم امبوسيبل تو جرو. الكيموثيرابي يوز كيميكال تو ديستروي كانسر سيلز. السيرجري الاولدست تايب اوف. طيب امتى انا بقى هتعامل مع الكانسر ده، او بمعنى اصح، طب انا الحاجات دي كلها ما شفتهاش وانا شاكك ان البيشنت عنده كانسر، امتى اشك البيشنت عنده كانسر؟ لو اول حاجه البيشنت عنده انسر ونوت هيلد ويذن 21 دايز، خلال 3 اسابيع، يبقى ساعتها لازم اخد بايوبسي. اي وايت ليجن بتبقى بيرزيستنت تو 3 ويكس، يبقى انا كده لازم اخد منها بايوبسي. اي ريد ليجن بتظهر في الاورال كافيتي يفضل ان انا اخد منها بايوبسي. يبقى الوايت ليجن اللي انا بتعامل معاها اذا كانت كويسة او اذا كانت حصل لها هيلينج مع التريتمنت بتاعنا اللي احنا قلناه، اللي هو توبيكال انافيزيا، اللي هو توبيكال كورتيكوستيرويد، اللي هو انتراليجنال كورتيكوستيرويد، اللي هو سيستميك كورتيكوستيرويد، كل الحاجات دي ولسه ما خفش خلال 3 اسابيع، لازم 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 اخد له بايوبسي، لازم 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 اخد له بايوبسي. دي اهم حاجة بالنسبة لنا وما ينفعش نتجاهلها، وما ينفع يا اما مش عارف اخد له بايوبسي يبقى احوله على اورال سيرجن او اورال ميديسين سبيشاليست عشان خاطر ياخد له البايوبسي، عشان خاطر ما ينفعش نتجاهلها، لان كل ما بنلحق الاورال كانسر بدري كل ما هيبقى فيه السرفايفل ليت بتاعنا هيعلى. تمام، كده خلصنا محاضره الاورال ميديسين، اتمنى ان اكون افدتكم. لو في اي حد عنده سؤال يتفضل وانا معاكم لمده 5 دقائق كده، او لو محدش عنده اسئلة مفيش اي مشكلة ونذاكر ونشوف الدنيا هتبقى معاك. لحظة يا دكتور، عندي اسئلة بس. معاك، انا معاك، امرني. تمام شوية بس. انا معاك ما تقلقش، امرني. ايه في اي حاجة مش واضحة معاك؟ قول لي انهي جزء اللي مش واضح معاك وانا هوضحه لك. لحظة بس، لحظة. خد راحتك، خد راحتك. تمام. في نقطة عايز أفهمها في ريتيم مالتي فورم. في ريتيم مالتي فورم. حاضر. مرحلة تريتمنت في نون انفكشن ديزيز، دي آخر نقطة. ثانية واحدة، حاضر، هرجع لها دلوقتي وأقول لك أنت عايز. في الريتيم مالتي فورم. انهي جزء تريتمنت بتاعها؟ باخر نقطة، اخر نقطة، ثانية واحدة اجيبها لك على السلايد معانا عشان خاطر ايه اشوفها. معايا يا دكتور؟ معاك. طيب التريتمنت بتاع النون انفكشس ديزيز نفس الكلام اللي احنا قايلينه، اللي احنا بنمشي عليه في كل الاحوال، اللي هو بنبتدي بتوبيكال انستيزيا، بنبتدي لو نو افكت بندي توبيكال كورتيكوستيرويد. دكتور انت انتراليزن
intranasal injection of corticosteroid. هذا كيف injection أعطيه IMIV كيف يعني؟ لا مش IMIV، بنيجي على الليجن ذات نفسها الألسر اللي موجودة في الأورال كافيتي وبنحقنها ذات نفسها بالكورتيكوستيرويد. وبقى السيستميك، السيستميك زي ما قلنا احنا بنديه سواء تابلت او انجكشن، اللي بيحددوا الجي بي بتاع البيشنت مش احنا اللي بنحدده. ان احنا الدوزز بتاعتنا مش احنا اللي بندي، مش احنا اللي بندي سيستميك كورتيكوستيرويد. تمام. يوجوالي بيشنت في بتاع الدايجنوزز، البيشنت اللي بيجي لك يوجوالي البيشنت اللي بيجي لك في العياده بتاعتك بيبقى متشخص جاهز، تمام، with diagnosis. يعني البيشنت بيبقى جاي لك بيقول لك انا عندي ارسيما مالتي فورم، تمام. طيب لو هو محتاج دنتال تريتمنت او اكستراكشن او ايا كان اللي هتعمله له، والبيشنت ده بياخد كورتيكوسترويد، يبقى انا هعمل له ايه؟ انا هقول له انت بتاخد النهارده مثلا، في بعض البيشنت بياخد 10 ملي جرام بير داي كورتيكوسترويد، تمام. طيب اليوم اللي انت جاي لي فيه ده انت هتجي لي وليكن مثلا الساعه 2 الظهر، الدوز بتاعتك انت بتاخدها الساعه 10 الصبح، بدل ما تاخد 10 هتاخد 20 ملي جرام، تمام. تمام. ليه بقى احنا بنعمل كده؟ عشان ما يحصلوش حاجه اسمها ادرينال كرايسيس، الادرينال جلاند بتاعته تقفل خالص، ودي هتدخلنا في مشاكل اكتر في الكيدني والمشاكل دي كلها. تمام 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 تمام. ايه تاني؟ انا معاك، لحظه بس، خد راحتك خد راحتك. الاوتوميون اميون ميديت ميديت اميون ميديت الاوتوميون الاوتوميون انت اللي قلت معناها هي المناعه بتعالج المناعه بتهاجم نفسها. الاوتوميون المناعه بتهاجم نفسها. ايه معناها بتهاجم نفسها؟ ايه معناها بتهاجم نفسها؟ طيب هي يعني اي جسم غريب اللي هو هو يعني اي جسم غريب خشت بكتيريا اي حاجه خشت جسم المناعه اي حاجه دخل. ايوه بقول لك المناعه بتاعتنا بتشتغل ازاي؟ اي فايرال انفكشن او اي بكتيريال انفكشن بتبتدي تهاجمه، تمام. في بعض الناس اللي عندهم حاجه اسمها اوتو اميون ديزيز، الاوتو اميون ديزيز ده ان المناعه بتاعته بتبتدي تهاجم الاورجانز بتاعته، المناعه بتاعت البيشنت ده بتبتدي تهاجم الليفر الكيدني الدم ذات نفسه، بيبتدي يعمل ديزيزز موجوده. بعض الديزيز السيستميك او بمعنى اصح المشهوره السيستميك لوبس اللي هي الزئبه الحمراء، او الروماتويد ارثرايتس، بيشنت بيبقى عنده روماتويد، بعض انواع الميالجيا اللي بتحصل، كل الحاجات دي بتبقى المناعه بتاعت الجسم بتبتدي تهاجم الجسم بمعنى اصح. فاحنا ساعتها لازم بندي البيشنت اميونو سبريسيف، حاجه تهدي المناعه دي، مش احنا طبعا الجي بي بتاع اميونو امبريشن اميونو سبريسيف بيقلل المناعه هذه، بيقلل المناعه. ايوه عشان كده احنا قلنا ان احنا لو هنتعامل مع بيشنت بياخد الاميونو سبريسيف يبقى احنا لازم نديله البروفيلاكتيك انتي بايوتيك. بروفيلاكتيك بياخدها الاميونو ميدييتد، الاميون ميدييتد غير الاميونو سبريسيف. الاميون ميدييتد اللي هو الاميون بتاعه هو اللي مطلع لنا الحاجات دي. يعني ايه مطلع لنا الحاجات دي؟ زي اللايكن بلانس، اللايكن بلانس بتطلع حاجات في الفم ملهاش سبب، احنا زي ما قلنا ملهاش اي سبب، ولكن المناعه بتاعت الجسم هي اللي مطلعاها. انا واحده واحده واحده، عشان كده بنفرق ما بين اللايكن بلانس واللايكنويد رياكشن. اللايكنويد رياكشن ليه سبب، ايه هو السبب؟ اللي هو دراجز، لو البيشنت بياخد نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، لو البيشنت بياخد انتي هايبرتنسيف انتي مالاريال وهكذا. لكن اللايكن بلانس بتبقى ملحقه بحاجات ثانيه، بتبقى ملحقه مع بعض الادويه، مع بعض الامراض الثانيه، يعني بعض الامراض اللي البيشنت بيبقى فيها اميونو سبريسد عن طريق الادويه او عن طريق الديزيزز زي الاتش اي في بيبقى ظاهر معاها اللايكن بلانس. اوكي ماشي معاك يا دكتور. هل يعني عايز بنفهم معلومه هي معاك واحده واحده معناها اميونو ميديت هي معناها اي معناها في خلل في المناعه في الجسم، معناها في خلل في المناعه، في خلل في المناعه عكس الاوتو اميون. لا مش عكس الاوتو اميون، دي حاجه ودي حاجه، الاثنين مش عكس بعض، الاثنين ماشيين زي بعض تقريبا، بس ده ليه اسبابه وده ليه اسبابه.
دكتور. نعم. عندنا في الهيربس سمبلكس فايروس. الهيربس سمبلكس فايروس ايوه. في اختصار ما عرفتوش. اي اختصار؟ قول لي عليه وانا اجيب لك. انيبيشن ويز هيربس ليبيلس. هيربس ليبيلس. لا ليبيلس. هيربس ليبيلس. شولد هاد اتش جي اس 3 هذه ما فهمتهاش. ثانية واحدة هشوفها. فأني واحدة دي؟ بعد كومن كولد. هيربس سيمبلكس فايروس. ايه. بعد كومن كولد. ايوه بعده في أربع نقاط فوق. لو أنا عندنا هيربس ليبيلس 92% من حالات. هي الصفحة دي تمام. تمام. النقطة الثانية آخر كلمة اتصالي اتش جي اس. أكيوت هيربيتك جينجيفوستوماتايتس. أكيوت هيربيتك جينجيفوستوماتايتس. أكيوت هيربيتك جينجيفوستوماتايتس. جينجيفوستوماتايتس. ستوماتايتس. تمام. نشكر قوي دكتور. العفو مرني. انا هكتبها لك على الشات اهو. اكيوت هيربيتك. كتبته. تمام. تمام. وانا هحاول ارفع لكم الكتب على البتاع دي. لو مش متوفره عندكم انا هحاول ارفعها لكم على جروب الواتساب. تمام ان شاء الله. تمام. طيب دكتور طيب بعد المحاضره هذه بتنزل لنا اسئله بعد ما نرسل لكم اسئله. هعمل لكم اسئله كل اسبوع. هنعمل اسئله نراجع فيها مع بعض. ما تقلقش. تمام ان شاء الله. ما تقلقش. هعمل لكم زي كويز خفيف كده عشان نتابع مع بعض. معنى المحاضره هذه اسئلتها يوم الجمعه مثلا صح ولا؟ هتبقى هبعتها لكم خلال الاسبوع الجاي بحيث ان احنا نتناقش فيها قبل ما نبتدي الحصه اللي جايه. تمام. متشكر قوي دكتور. بارك الله فيك. العفو. الله يكرمك. امرني. بارك الله فيك. صحيح. تمام. الله يكرمك.